الاعتزال الدولي لمحمد صلاح وانه مش هيلعب مع المنتخب تاني. اهلا بيكم في كرة شراب. قبل ما اكلمكم عن حكاية محمد صلاح وعن قرار الاعتزال الدولي، عايز اشكر محمد الشناوي. محمد الشناوي افضل حارس في افريقيا، واللي خلى الشكل للمنتخب، واللي خلالنا قيمة في وسط السنغال، واللي وصلنا ل 120 دقيقة وضربات الترجيح، واللي تألق في ضربات الترجيح. محمد الشناوي اللي عمل كل حاجة مع مصر في الفترات الأخيرة كلها وفي كل مشاركاته. تألق، قيادة، شخصية، كاريزما، كل حاجة في الملعب محمد الشناوي بيقدر يعملها، كل حاجة الصراحة. يعني من اللعيبة اللي اجتهدت وتعبت على نفسها قوي عشان توصل للمكانة دي عند حب الجماهير، الجماهير المصرية كلها بلا استثناء. اي حد ما بيحبش محمد الشناوي او بيقلل من قدرات محمد الشناوي داخل افريقيا انسان مش طبيعي. محمد الشناوي افضل حارس داخل قارة افريقيا بلا منازع، مفيش حد حتى في نفس الكفة كده، مفيش حد قريب منه شوية، بكل امانة والله 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 بكل امانة، ما شاء الله عليه، ربنا يحرسه ويبعد عنه الاصابات. عايز برضه اشكر الكابتن حسام البدري تاني النهاردة واقول له شكرا يا كابتن حسام، منك لله وقعتنا في تصنيف تاني. عايز اتكلم كمان عن بعض اللعيبة اللي كانوا مالهمش ادوار نهائيا بكل امانة، يعني ربنا يسامحكم وان شاء الله ما شكوش في المنتخب تاني. تشوف بقى لعيبة رجالة من نوعية حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، عمرو السولية، امام عاشور، احمد سيد، زيزو، ناس اللي عندها رجولة في الملعب، بكلمكم كل امانة والله. المهم محمد صلاح، وده المهم، محمد صلاح اتكلم مع بعض الناس المقربين ليه وقال لهم ان هو هيعلن الاعتزال الدولي. تخيل، فخر العرب، واحد من افضل ثلاثة بيلعبوا كورة على مستوى العالم هيعتزل دولي. ليه بقى؟ عشان الانتقادات اللي دايما بتتحط على محمد صلاح، كأن محمد صلاح ده سوبرمان، سبايدر مان، اي حاجة فيها مان بس حط جنبها حاجة خارقة. يعني ليه الجماهير المصرية عايزاه طبعا ياخد الكورة من عند محمد الشناوي يروح يسجل هدف او يصنع هدف، ما لهمش دعوه، لكن يديها لحد وحد يضيعها برضه محمد صلاح. ضيع ضربه جزاء ممكن تكون الاولى ليه مع المنتخب ككره مهمه، كره مهمه بس ياما الناس ضيعت، ده ميسي بيضيع. تخيلوا ان ميسي ورونالدو ومبابي والناس اللي هي اللي احنا بنقول عليها عمالقه كره القدم في العالم بتعملها تماثيل في بلادهم، والله بتعملها تماثيل. فانت ليه تفضل تضغط على لاعب، تضغط على لاعب لحد ما نسمع قرار ان لعيب زي محمد صلاح عايز يعتزل دولي؟ مش عشان هو مش قادر، عشان الضغط الناس عليه، وان الناس مش شايله دايما خساره المنتخب، تعادل المنتخب، مشايين مدرب، ده الناس شايلته ان هو اللي جاب كيروش. يعني مستر كيروش ده الناس قالوا ان محمد صلاح هو اللي توسط في الصفقه وانه واخد عموله. شوف بص، طول ما انت، ودي حاجه هقولها لاول مره، طول ما الشعب المصري مبدي الاهلي والزمالك على المنتخب عمره منتخبنا ما يبقى كويس. تقول لي ازاي؟ هقول لك ان في ناس ما يهمهاش المنتخب ياخد بطوله، بس الاهلي ياخد بطوله او الزمالك ياخد بطوله. ما يهمهاش المنتخب يكسب، بس اهم حاجه اللعيب بتاعه يسجل او لعيب من الزمالك يسجل. ما يهمهاش المنتخب يخسر، بس اهم حاجه تكون الخساره مش من لعيب من الاهلي او مش من لعيب من الزمالك. طلعوا المنتخب بره. انا فعلا اللي انا شفته امبارح حاجه تؤسف والله. في ناس مصريه اللي بيحفل على المنتخب، واللي بيتريق على المنتخب، واللي بيهزر على المنتخب، انا مش فاهم والله، ما فاهم الناس دي عايشه ازاي. انا واحد من الناس اقسم بالله كنت، يعني لولا الناس تقول ان انا بستصعب عليهم كنت عيطت قدام الكاميرا. اللي عايز اقوله، لازم نحافظ على لعيبتنا، لازم نحافظ على لعيبه زي محمد صلاح واحمد سيد زيزو، عمرو السولية، الناس دي، محمد الشناوي، الناس دي لازم تفضل قيمتها عاليه عندنا، ونطلعهم بره التصفيات بتاع الاهلي والزمالك. ده اللي كنت عايز اقوله النهارده. ولو شايف ان انا بقدم لك محتوى كويس، يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك على الفيديو ده.